اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. سبحانك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل من مات بالأمس في العدوان الغاشم الغادر شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم تقبلهم شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم اقتص من الذين قتلوهم، اللهم اقتص من الذين دبروا هذا الحادث الغاشم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره. ومن أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير، وبارك له في سعيه. اللهم بارك له في سعيه. اللهم احفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ دماءهم في سوريا. اللهم احفظ دماءهم في المشرق الأقصى. اللهم احفظ دماءهم في بورما. اللهم عليك بالذين يؤذون المسلمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك ببشار المجرم وجنوده أجمعين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل الدائرة عليه.
اللهم اجعله عبرة للناس، اللهم سلط عليه جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم عليك بالإعلاميين المفسدين الذين يحاربون الله ورسوله، الذين يسعون في الأرض فسادا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق الإعلاميين الشرفاء لنشر دينك يا رب العالمين، وللدفاع عن الحق يا رب العالمين، وللوقوف في وجه الباطل يا قدير. اللهم عليك بالخائنين المؤتمرين من الشرطة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق الشرفاء من الشرطة بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم قوهم في إخلاصهم يا رب العالمين. اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى الحق المبين. اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقك. اللهم اصرف عنه كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. اللهم اجعله سببا لإعلاء كلمتك في الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعله سببا لتحكيم شرعك الحكيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه. اللهم احفظ شباب المسلمين وزوجهم زوجات صالحات، اللهم احفظ بنات المسلمين وزوجهن بأزواج صالحين. اللهم لا تحرم مسلما ولا مسلمة من الذرية الصالحة. اللهم من نوى الحج هذا العام فاكتبه له يا رب العالمين. اللهم من نوى الحج هذا العام فوفقه إليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا دائما لما تحبه وترضاه. اللهم أعنا على قيام العشر من رمضان يا رب العالمين، وأعنا على اعتكافها يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعل هذا الشهر الطيب شهر نصر على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعله شهر ذل على الكافرين المحاربين لدينك يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في الصالحين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم وفقنا دائما لما تحبه وترضاه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء، واجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.